نحن ب17 الشهر، صباح الخير لألكن أو مساء الخير. في عنا سين باتريك داي، لذلك لابس البيريه الخضراء. كلكن بتعرفوا إنه الإرسالية تبع إيرلندا اللي روحت على نيجيريا هي بفضل كل المسيحيين اللي موجودين بنيجيريا، سببهن الإيرلنديين الكاثوليك، وأكثر من 20 مليون نسمة هني هلو، والكنيسة تبعهم سين باتريك، يعني هني بيحتفلوا أكثر مني وأكثر من الإيرلنديين بإيرلندا وأكثر من الإيرلنديين بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن أكثر من 20 مليون، والكنيسة تبعهم هي سين باتريك، مثل ما نحن المورني عنا بكركة هي هونيك. تفضلوا اسمعوا شي اللي بكن تسمعوا كيف بيقلهوا حافظ الأسد. كان عنده أحمد اسكندر أحمد كيف يقلهوا، وكتير نحن عنا بلبنان جون عبيد، كريم بقردوني، نهاد المشنو، وآخر واحد المنوفق مثلهم والمأجور اللي اسمه مارسيل غاني، كيف بيقلهوا الناس. فاسمعوا إذا بتريدوا، وإن شاء الله توصلوا إن كنت تستفيدوا من هالقصة. ما في حل لدولة لبنان، رح أكد لكم واسمعوها كتير منيح. وبيعمل هيك حسن نصر الله، إيران وكل الميليشيات تبعي والنظام تبع بيت الأسد جزء لا يتجزأ من حكم إسرائيل، وليتردوا عحده. وحسن نصر الله إيران بتبيع جنوب لبنان وبتبيع 1000 جنوب لبنان. مشان هيك بدعي اللبنانيين تتخلصوا وطنكم. ما في حل إلا ما تقولوا نريد اجتماع لدول الهلال الخصيب بالأمم المتحدة، وبالاجتماع ذاته نقول نحن جزء لا يتجزأ من القيادة الإسرائيلية 100%، اللي كانت سايكس بيكو واللي كانت سنترال كوموند. ما بدنا نخوف أبدا كل شيء، وما بنقمز هالأمزة. آخر شيء بيسلموا الجنوب وبيقولوا له الحسن نصر الله حكيم لبنان وحلوا هالمشكلة. تفضلوا واسمعوا لكين شو فيه لي بقى تردوا على حدا، مع أن كان الجراءة ليت صورة قصة الدولار، قصة الانتخابات، كلها شغلات بسيطة. بالأول نعرف أش عم نعمل بأمركم. تفضلوا اسمعوا. يعني مر علينا مقطع من المقاطع الجميلة، والحقيقة يعني أضحكني كثيرا. اليوم كنت يعني في مزاج سيء، لكن هذا المقطع حقيقة يعني أضحكني حد البكاء. مقطع لوزير الأوقاف للتافه عبد الستار السيد، جالس عم بيحدث يعني مجموعة من البشر باجتماع. قال عبد الستار السيد، قال لي بشار الأسد، السيد الرئيس بشار الأسد، أن والده القائد حافظ الأسد، وكرر الخالد، يعني هاي ألحقها بعدين أتذكر أنه خالد، الخالد حين كان قائدا للقوى الجوية كان هناك طالب مجتهد في الأكاديمية العسكرية يدرس طيار في روسيا، وأنه هذا كان الأول على الدورة وكان يستحق الترفيع، لكن الرئيس الأسد وكان حينها قائدا للطيران لسلاح الطيران لم يرفعه. فسألوه لماذا لا ترفع فلان؟ قال فلان مجتهد لكن
له أم قد سمعت، حافظ الأسد يقول قد سمعت أن له أم لا يبرها. هاي هيك بالموسيقى تبع السمع السيد. نعم لا يبرها، نعم سمع يعني دشو سانتا ماريا حافظ الأسد، المير تيريزا، المير تيريزا. كفي عفيك كفي، حرمه من الترفيه لأنه الضابط ما بيبر أمه. اللي بيحكي وزير، وزير أوقاف، يعني كأنه بيحدثك. نفس الشيء بلبنان، سيد المقاومة. مقاومة وين؟ ما حدا بيعرف. سيد المقاومة هو عبارة عن جانجستر بشوارع بيروت. تفضل. قال سيدنا عمر عن سيدنا علي عن سيدنا أبو بكر، بقول لك قال بشار عن والده حافظ أن هناك سيدة ابنها ضابط لم يرفعه لأنه لا يبرها. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي الأخلاق قديمة قبل ما يصير رئيس، ها يعني هو عتيق بالأخلاق، عتيق بالأخلاق. طبعا ما قال إن عبد الستار السيد عن آلاف الأمهات، عن عشرات آلاف الأمهات يلي حرق قلوبهن حافظ الأسد بأبنائهن في تدمر وفي صيدنايا وفي حماة وفي حماة وفي في جسر الشغور وفي حلب. عشرات آلاف الأمهات ما زالت تنحب حتى اليوم، حتى اليوم منذ عام 70 لليوم في أمهات بتنحب أبنائهن. هذا التافه عبد الستار السيد حقيقة مذهل أن يكون شخص في هذه الوضاعة، يعني مذهل أنه وزير أوقاف، يعني شيء مش طبيعي. يعني طبعا هو كل شيء بالبلد مش طبيعي. أبو مصطفى اسمعني كلمة، نفس الشيء عندنا، النظام الإرهابي بسوريا والمنظمة الإرهابية تبع حسن نصر الله جابوا عنا بالموارنة سفالة وحسينة حسالة المجتمع، ممثلة بميشيل عون ومرته وبناته وأسرته، وسرقوا المال، عطيوهن الجاه والمال، وبيقولوا له سيد المقاومة. نعم هو جانجستر. كفي إذا بتريد معلش. إنما توصل الوقاحة إنه هذا الشخص يعني حدث بهاي الطريقة، وإنه حافظ الأسد ما رفعوش والله، لأنه هذا نمط من أنماط صناعة الدكتاتور، تأليه الدكتاتور، بيحاولوا يمنعوا يصنعوا منه شيء عجيب. يعني مثل لما كان باتريك سيلو، غير باتريك سيلو، هذول الكتاب التفه المرتزقة اللي يكتبوا عن حافظ الأسد، قال إنه كان يجلس مع كيسنجر 6 ساعات اجتماع متواصل، يجبر كيسنجر يروح التواليت وحافظ الأسد ما كان يشخ أبدا. 6 ساعات حافظ الأسد ما شخ. شغلة كبيرة، بطولة، أيما بطولة. هاي قال سموها دبلوماسية المثانات. هاي شو دبلوماسية المثانات؟ إنه حاضر أسد بيخلي بيجي عنده الاجتماع، بقعد بقعد وبقعد وبسمع وبيحكي، بيسمع وبيحكي، قال رجل على رجل ما بيشيلها، ضل قاعد مثل ما هو هيك مثل الصنم وما بيشخ. الشرط إنه ما بيشخ. آلهة، آلهة عظيمة، شغلة من الآخر يعني. بس مزبوط يا أبو مصطفى، بس فرد شغلي مرقت عليه، ميت جون عباد وما شاف نظام بيت الأسد سقط، حتى تسمع إيش كان بده يقول عنه. طبعا إذا سقط النظام تبع الإرهابي حسن نصر الله تسمع شو كانوا بيحكوا عنه، مثل ما عم بيحكي نهاد المشنوق هلا على بيت الحريرة، إنه نحن مش غنم ما بننشره. بيتحدى بيت الحرير يزور، هو اللي كان ببريش شحيد خادم عن طاق الدين الصلح. كفي هيك بصنعوا لك إياه، بطلعوا لك حكاية. في ناس مختصين، يعني في جهاز مختص فقط لصناعة الإله. كان بجماعته قائد هذا الجهاز أحمد اسكندر أحمد، وزير إعلام سوري سابق، كان شاطر بهي القصة، شغلته
ينسجي الحكايات حوض الأسد ويخبروا فيها لحوض الأسد، يوم يقول له والله سيدي اليوم هيك حكينا للناس بالاجتماع وكذا، يضحك حافظ الأسد يعني يقول له أحسنت. كان سعيد حمادي شاطر فيها، هذا اللي استلم اتحاد شبيبة الثورة. أحمد أبو موسى كان مستلم اتحاد طلاع البعث. هذول كانت شغلتهم بس يألفوا الحكايات عن حافظ الأسد حتى يوصلوا مرحلة الألوهية. مثل الرئيس سليمان فرنجي مجبور أطلوا ابنه طوني وعائلته بضيعته تيجبروا أنه يقول حافظ كرامة العرب وهو خاين العرب، بس بده يغطي حاله الرئيس فرنجي. شو بيعمل؟ بيخليه يكفي عليه وعلى عائلته؟ كفي زبطري. لدرجة أنه وصل بحافظ الأسد يصدق أنه خالد ويصدق أنه باسل ما مات. تصوروا أنه حافظ الأسد قضى ما تبقى من عمره بعد موت ابنه بحياته ما قال مات باسل، أو من يوم بات باسل، أو ساعة اللي مات باسل، كان يقول لما غاب مغيب. باسل، من يوم غاب باسل يعني مغيب. قبل ما يغيب باسل، بعد ما غاب باسل، أبدا ما يقول موت. خالد وصلت لمرحلة هم هذول التفح التحود، ترى هم هو كويس بس هم اللي حواليه عصات، أقنعوه أنه خالد واقتنعوا، هو اقتنع لدرجة أنه هذا التافه وزير الأوقاف بعده مقتنع لليوم أنه حافظ الأسد عايش. خالد، هاي البلد شلون بدك تحل فيها؟ شو بدك تحل فيها؟ شو اللي بدي نحل بهيك بلد كلهم بعدهم بفكروا حافظ الأسد على قيد الحياة؟ خالد يعني وحاطين كمان قارمة على القبر تبعه، مرقد الخالد. شلون خالد؟ خالد صناعة الدكتاتور بلدنا. لذلك أنا بقول أنه سخرية كسر الصورة النمطية أمر مهم. يعني لما حطمنا تمثال حافظ الأسد وحطمنا تماثيل بشار الأسد، هذا أمر مهم جدا لكسر هاي الهالة من الألوهية. السخرية من هؤلاء التفه وتحقيرهم وتقزيمهم هو عمل مهم جدا لكسر هذا الحاجز، لكسر هذا الحاجز من الخوف والرعب يلي كانوا مشكلينه عند الناس. هذا عمل حقيقي، السخرية من الدكتاتور هذا عمل جبار، عمل حقيقي. كل ما قدرت أشتمه، كل ما قدرت قزمه، كل ما قدرت حقره مشان تمسح هذا الشخص، تمسح هاي الآلهة المصطنعة، تمسح هبل بس تمسحه من ذاكرة الناس، من وعي الناس. كلنا عشنا هاي فترة الرعب، إنه إذا أنت تقول لأمك اليوم كذا بالمدرسة يقول لك أش، وطي صوتك، وطي صوتك بالبيت، أنت أمك لحالكم كانت أمك تخاف عليك إنه هذا الحديث تكرره بالشارع ولا جارك يسمعه ولا إلى آخره. كانوا أبوك وأمك يموتوا رعب عليك تترجع للبيت ويتأكدوا أنك رجعت، جوز ما يحكوا لك، جوز ما يحكوا لك أنهم مرعوبين عليك، لكن هم كانوا يعني على مدار النهار وعلى مدار الليل دائما عقلهم حتى تطلع برات البلد ليرتاحوا. تصوروا أنه الأب والأم بيرتاحوا إلا إذا ابنه غادر البلد، والهلأ صار بأمان. هاي المرحلة الحقيرة بحاجة لجهود جبارة، لحد اليوم الناس بيخافوا يحطوا لك لايك. ناس بألمانيا والله العظيم أخجل، أنا أخجل، بيتواصلوا معي على الخاص، أستاذ والله ما فينا نشارك، ما فينا نحط لايك، يعني بتعرف معهم. Brothers and sisters, it is below freezing. بعده مرعوب، صار معه الباسبور الألماني، صار 7 سنين في ألمانيا، مرعوب. أنا ما بلومه طبعا، ما بحكي أنا مش عليك، بس أنا بدي أوصلكم لأي درجة متغلغل الخوف والرعب بنفوس هاي الناس. قديش العالم شافت جرام من حافظ الأسد وزبانيته وجلع وسطه، هذا التافه اللي فطس مؤخرا مصطفى التاجر في حلب،
يلي قبله دوبا وموبا. دوبا كان رب، بجوز انتم ما بتعرفوا بعض التقاليد. دوبا رئيس الأمن العسكري عقود، لما يفوت الشعبة ويطلع شعبة المخابرات العسكرية ولا إنسان ينظر في وجهه، ولا إنسان، ما حدا يعرف وجهه غير مدير مكتبه. تصوروا بينزل وفوت وبينزل على الدرج وبيطلع، لما بيمر من الكوريدور كل العالم تعمل وراء در وجهها على الحيط أوتوماتيك أوتوماتيك، كل الناس بتسكر باب مكاتبها، بيمر من الكوريدور ولا باب مفتوح، ممنوع حدا يشوف وجهه وجهه. تصوروا حالة الرعب. لذلك جن جنونه لما اجى آصف شوكت حطوه نائبه، فترة زمنية قصيرة كان نائبه لعلي دوبا. قام آصف شوكت فتح باب لحاله، باب خارجي لشعبة المخابرات العسكرية، يفوت ويطلع منه لحاله، يعني غير باب الشعبة وغير باب اللواء علي دوبا. لبعد شهرين لحد تعرف علي دوبا. تصوروا حالة الرعب اللي عايشها البشر فيها. ولما عرف يعني جن جنونه، طلع بالكريدور يصيح بطول صوته على مدار صوته، مين ابن هالقحبة اللي بيفتح باب الشعبة وأنا موجود؟ طبعا هذا كان يعني أحد أسباب نهايته لعلي دوبا. انجن هستر انه هو بده يعرف مين بفوت ومين بيطلع الشعبة، ما بصير ينفتح باب ويصير عمر حميد ومصطفى التاجر، ما بصير في باب ينفتح بالشعبة ويصير حدا يفوت ويطلع بدون ما يمر على الاستعلامات ويعرف هو مين دخل ومين طلع الشعبة. لأن الاستعلامات بيقولوا له فلان طلع وفلان دخل وفلان دخل. هلا اللي صار يفوت لعند آصف ويطلع ما يعرف فيه علي دوبا، جن جنونه، ما حدا يعرف وجهه لعلي دوبا. شوفوا الصور، نادرا ما تلاقي الصورة لعلي دوبا، هذا من نوع التأليه، آلهة، ما بصير حدا يشوفه، ما بصير. والبقية كلهم نفس الشيء، الخولي ما إله ولا صورة، حويجة ما إله ولا صورة، آلهة، هذول آلهة ما بصير تشوفوهم، ما بشوفوا مواطن هذول. هاي دولة الرعب، هاي مملكة الرعب اللي عاشوا فيها السوريين. لذلك نفس الشيء، يعني بدناش نحكي احنا مسائل العقديه والدينيه مهما كانت يعني صغيره او كبيره، لكن نحكي احنا عن تأليه الدكتاتور وصناعه الدكتاتور. بيطلع لك التافه وزير الاوقاف بده يكرس في ذهن الشعب، بده يكرس في ذهن الناس انه حافظ الاسد آلهة، انه ما رفع ضابط لانه لم يكن بارا بامه. يعني إمتى حافظ أسد اتصل بأمه للضابط وقالت له والله يا حافظ ترى هذا القاروط ما بتصل معاي، ما بعطيني 100 ورقة آخر الشهر، يعني ما بسأل عني. قام حافظ الأسد أخذ موقف خلافا للقانون، القانون بيرفعه للضابط، لكن خلافا للقانون واتباعا لشرع الله سبحانه وتعالى رفض رفعه. لماذا؟ لأن له أم كان لا يبرها بصوره 16 سنة. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابصقوا على هذه الآلهة المزيفة، ابصقوا على قبورهم، حطموا تماثيلهم، مزقوا صورهم، قزموهم، حقروهم، اسخروا منهم. السلام عليكم. صحيح الحكي، صحيح، هذا حكي صحيح. نزلولن الهيلي تبعن، هيدا أهم شيء، إن كنت نزلولن الهيلي تبعن، هيدا الصحيح هالحكي. المنافقين سميتلكن ياهن من الناه بأمركم. المشكل بكل لبنان، هيدا لبنان اللي انتو منه، الناس بتحكم بالنظر وبالسمع، وهني بيدورون بيصيروا يهجموا على الناس. أنا وقت اللي بدي أعمل فيديو كيف جيت على أمريكا وليش جيت على أمريكا وأشو اللي صور معي، بتبزقوا كلكن على صغرتة كلها 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 كلها، ما بتخلوا واحد ما بتبزقوا عليه. هيدا الحقوية ألقنيها، وكلن شاكين العكس
وبيجيبوا واحد من سفالة وحسالة المجتمع الصغرتاوي. كان بفنزويلا سفالة وحسالة الناس. ينام عند دي بيدي اللي اشتروا له التكت. قول بيعطيهن معلومات. عن مين؟ ما ألكن الحقيقة بتشيبوا كلكم. ما رح ألكن أكتر. هي بنت العريف يمين لورا بتعرف مين الناس وشي مستوى هالناس وشو هي سفالة وحسالة الناس. ما بدي ألكن أكتر. تكرموا وأهلا وسهلا فيكم.